خليك واقف هون عندك واستنى. مين بدي استنى؟ لا لا ما تحكي شيء مع لبنى. أنا بكرة بشوفها وبنحكي. أوكي شادي أوكي. الله يكون معك باي. من وين بتصير تجي هالمصايب والمشاكل؟ شيء من ماجي، شيء من لبنى. مع إنها كل مشاكلي من ورا النسوان. وحدة مغتصبة والتانية مدري شو عامل فيها وبتقلي مشاكلي من ورا النسوان. معقول أنت يا زلمة؟ لا انت مشاكلك ووجع قلبك من ورا مين؟ مش من ورا الست نجلة؟ من ورا بينا حبيبي. بعدين شو بدك بسيرتها هلا باخر هالليل؟ لحتى بس قل لك نسوان ما تجدليني. نسيها هلا، شو بدنا بسيرتها؟ أنا زعلانة من بيي. يعني تجوزها من بعد شهر ما ماتت أمي. يا زلمة بتقول جرة غاز عم يبدلها بالبيت. أمك من الطهر. والأضرب من هيك بيسميني المغضوب بعد كل شيء عملوا معي. شفتي الله بي عنا؟ أساسا شفته اليوم. سألني كيف المغضوب عليه. شو قلتي له؟ شو بدي أقول له يعني؟ بشغله. طيب. أنا راح أمشي، بدك شيء؟ باي. إيه بابا؟ شو حبيبي كيفك؟ لا ولا شيء، كان قصي هلا عندي وكنا قاعدين عم نحكي وهيك جبنا سيرتك، قلت بدي اطمن عنك. لا جبنا سيرتك هيك بحديث مثل العاده يعني، وحطيت الحق عليك.